بسم الله الرحمن الرحيم. معركة بواب الدرعة، أبطال الجيش الحر الآن يقصفون الحواجز العسكرية في مركز مدينة درعا التي تطلق القذائف المدفعية على أبطال الجيش الحر في بلدة عتمان. الله أكبر والعزة لله. اللهم سدد رمينا يا رب العالمين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قصف من أبطال الجيش الحر بقذائف الهاون على عصابات الطاغية في مركز المدينة على الحواجز العسكرية. يا رب سدد رمينا، اللهم سدد رمينا. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله، الله اكبر. لا تسحب، لا تسحب، لا تسحب، الا بالله احنا على مهلك اخوي. الله اكبر والعزه بالله. لا تسحبش يا اخوي. على مهلك، لا تسحبش. نزل لي صبط، نزل لي صبط، خليك على مهلك. شعرك نزل، نزل يا بابا. عمرك بسم الله الرحمن الرحيم. 13/9/2013 سرايا الهاون تقوم بقصف حواجز النظام في مدينة درعا، معركة بواب الدرعا. الله أكبر والعزة لله. عمالك أبتار، بس أقول لك نار نار أبتار. لا لا، بدون إشارة، بدون إشارة، بدون إشارة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. رمينا حواجز العسكرية في مركز المدينة في بقذائف الهاون. هذه ثريات الهاون التي عملوها دؤوب بشكل يومي لتقصف كل الحواجز العسكرية والقطع المتبقية في مركز المدينة في معركة بواب الدرعة. يلا يلا يا رب. لا تنزش السبطان يا اخي، بس كفر. ليش تبتلع؟ لا الله اكبر، ساتر ساتر. بسم الله، الله اكبر، سامعك. اللهم سدد رمينا، الله اكبر. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ها هم أبطال الجيش الحر في سرية الهوى يقصفون كل ما تبقى لعصابات الطاغية في مركز مدينة درعا. ولله الحمد، كل القذائف التي تم قصف الحواجز العسكرية فيها كانت محققة وعلى رؤوس النظام، ولله الحمد.